شهد مجلس النواب العديد من الإنجازات نظرا لمناقشته 320 موضوعا خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس، حيث وافق على 57 موضوعا تشريعيا ونحو 260 موضوعا رقابيا ليحقق المصلحة العامة. يدا بيد وبروح واحدة يواصل مجلس النواب جهوده الكبيرة التي تدعم القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ارتكازا على رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. فبعد انقضاء أحد فصول العمل الوطني، وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس على 320 موضوعا ليحقق بذلك المصلحة العامة. فهذا النتاج التشريعي يؤكد على مستوى العمل المشترك والتعاون المثمر في مستوى التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا للوطن ويلبي تطلعات وطموحات المواطنين. فعلى صعيد متصل، طور المجلس آليات عمل التواصل بين اللجان البرلمانية حول الملفات المشتركة بين مجلسي النواب والشورى، ولوحظ تقدما بارزا بينهما، الأمر الذي أسهم في تحقيق تقارب وانسيابية أكبر في إقرار الموضوعات التشريعية المختلفة وتحقيق التطلعات الإصلاحية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. هذا العمل الدؤوب والسعي المخلص تجسد في إنجاز موضوعات تشريعية هامة ستترك أثرها الإيجابي على واقع العمل والإجراءات القانونية في مملكة البحرين، إلى جانب القيام بالدور الرقابي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والحرص على تحمل الأمانة في الدفاع عن الوطن ومكتسبات المواطنين والإصرار على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد. هذا وتعيش مملكة البحرين نهضة كبيرة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمجلس النواب الذي بوأ المملكة المكانة المرموقة التي تليق بعمقها الحضاري والتاريخي والاقتصادي والديمقراطي والسياسي والاجتماعي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.